ومن موجز الأخبار ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية لهذا اليوم. البداية ستكون مع صحيفة نداء الوطن التي عنونت في المانشيت عون ينسف حوار بري وميقاتي يضع تحريف التأليف في خانة التخريف. فالعهد قد أتم واجباته مع حزب الله والطبع غلب التطبيع. وفي شكل إبرام اتفاقية الترسيم الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل أمس ظهر طرفا الاتفاقية على طرفي نقيض فيما يتعلق في كيفية تظهيرها وتوثيقها رسميا. فبينما كان الجانب الإسرائيلي متصالحا مع نفسه وشعبه في اتباع الأصول المتبعة والمتعارف عليها دوليا في أقرار الاتفاقيات الحدودية بحيث اجتمعت الحكومة الإسرائيلية وصادقت بكامل هيئتها على اتفاق الحدود البحرية مع الدولة اللبنانية، طغت على الضفة اللبنانية المقابلة ملامح الإرباك والارتباك والخجل على أداء السلطة في مشهدية بدت أقرب إلى التهريبة الوطنية من الإنجاز الوطني. فمن الضياع الواضح الذي واكب التحضيرات الرسمية لعملية إخراج صيغة وصورة التوقيع اللبناني على الاتفاقية الحدودية كان مخاض الترسيم عسير الهضم على اللبنانيين، وذلك تحت وطأة ما تضمنه الضخ الرئاسي والسياسي والإعلامي العوني والممانع من استغباء فاقع للعقول ومحاولات فاشلة لغسل الأدمغة. ومساء كانت إطلالة متلفذة لرئيس الجمهورية ميشيل عون، وهي ضمن سلسلة مقابلات مماثلة ينوي القيام بها في أيام عهده الأخيرة. في هذه المقابلة فتح الرئيس عون نيران تصفية الحسابات في أكثر من اتجاه رئاسي وسياسي من دون أن يوفر المؤسسات التشريعية والإجرائية والقضائية. فاعتبر على دارج عادته منذ تبوؤه سدة الرئاسة الأولى أن الجميع تآمروا عليه في الداخل والخارج لمنعه من محاربة الفساد، وإذ لم يخرج عن المألوف منه في التهجم على الإعلام اللبناني واصفا إياه بأنه كاذب وبشع. وهنا أكد عون على طريقته وجود ضمانات أمنية بموجب اتفاقية الترسيم البحري مع إسرائيل ليدير بعدها فوهة نيرانه باتجاه الداخل اللبناني. فلم يتردد الرئيس عون في نسف حوار عين التينة الذي يعتزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة إليه، مؤكدا أن هذا الحوار سيفشل لأن بري لا يحق له الدعوة إلى الحوار أو أن يحل مكان رئيس الجمهورية. وحكوميا أيضا بادر عون إلى التشهير بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي متهما إياه بأنه لا يملك النية الجدية في تشكيل الحكومة، ومتهكما عليه بالإشارة إلى أنه بعد اجتماع قصر بعبد الأخير ذهب على متن يخته ولم يعد. من نداء الوطن سوف نتابع مع أساس ميديا الذي كتب معضلات الحوار: قلق مسيحي وتراجع سني وجاهزية الحزب. بدءا من الاثنين تنتقل الأزمة السياسية اللبنانية إلى مرحلة جديدة بعد أن سعى فريق القصر الجمهوري إلى تغييرات في النظام القائم على اتفاق الطائف. ويفترض يفترض الوسط السياسي أن دعوة رئيس البرلمان نبيه بري المنتظرة إلى حوار وطني بين رؤساء الكتل النيابية ستنتهي باتفاق على المعادلة السياسية خلال السنوات الست لولايته. ويؤكد بري أن جدول أعمال الحوار ينحصر بنقطة وحيدة وهي رئاسة الجمهورية. طبعا فهم من هذه الحصرية أنه لا يريد أقحام الحوار، هذا في متاهات اقتراحات التعديلات الدستورية التي يطرحها بعض الأطراف ومنهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. مصادر عين التين تقول أنه سيتم دعوة 3 نواب سنة إلى طاولة الحوار الرئاسي، نائب من الشمال، الثاني من صيدا، أما الثالث من بيروت. مبادرة بري الراهنة تفهمتها بعض الأوساط المسيحية على أنها استغلال لغياب عون بعد انتقاله نهائيا إلى منزله. وكان بعض هذه الأوساط أثار حفيظته أن يبقى في منصبيهما الرئيسان اللذان يمثلان المسلمين الشيعة في رئاسة البرلمان والسنة في رئاسة الحكومة، بينما المنصب المسيحي شاغر، وهو ما يوحي بالنسبة إلى هذا البعض باستضعاف الرئاسة الأولى واستسهال الفراغ فيها. جزء من هذا الوسط المسيحي يتعاطى ضمنا مع الدعوة إلى الحوار وسط حذر من الجنوح نحو تكريس غلبة شروط حزب الله على الرئاسة. فأي تسوية يمكن التوصل إليها حول الرئاسة في ظل تراجع المدعوين السنة ودورهم؟ أيضا ننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية التي عنونت
استقالات وهجرة في قطاع البترول. فكتب الزميل عماد مرمل بعد يوم على توقيع اتفاقية الترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي: لعل الاحتفاء بإنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية ودخول لبنان مبدئيا نادي الدول النفطية يجب ألا يحجب مشكلة صامتة. هذه المشكلة كانت كامنة قبل تفاهم الترسيم وستطفو على السطح بعد هذه الاتفاقية. المشكلة تتمثل في ضعف أو ضمور جسم الإدارة التنفيذية التي ستتولى مواكبة مرحلة الانتقال إلى عصر النفط والغاز والإشراف على كل تفاصيلها الإجرائية والتقنية، والتي تتطلب وجود طاقات مؤهلة لتأدية هذا الدور المستجد. وضمن هذا الإطار يشار إلى أن عضوين من هيئة قطاع البترول المستمرة بالتكليف استقالا منذ فترة، بحيث غادر أحدهما إلى المملكة العربية السعودية فيما ذهب الآخر إلى فرنسا. وعلم أن هناك في هيئة إدارة قطاع البترول من لا يزال يدرس أيضا إمكان المغادرة. ولم يتوقف النسف البشري عند هذا الحد بحسب أيضا صحيفة الجمهورية، إذ أن عددا كبيرا من الكوادر المختصة التي جرى تدريبها وإعدادها للعمل في قطاع البترول لجأ إلى خيار الهجرة بفعل الانهيار الكبير، مستفيدا من فرص مهنية أفضل حصل عليها في الخارج. هذا وتشدد أوساط الهيئة على وجوب أن تستشعر الدولة بحجم الخطر المتأتي من واقع الإدارة المناط بها التعامل مع كل الاستحقاقات الداهمة للثروة النفطية والغازية. وتلفت الأوساط إلى أن المطلوب من الدولة أن تتحمل مسؤولياتها وتؤدي واجبها في تحصين فريق العمل التأسيسي والأساسي، والذي لا يتجاوز عدده بين أعضاء الهيئة والخبراء الفنيون 25 شخصا. الموضوع الأخير الذي سنمر عليه في جولتنا على أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية اليوم هو موضوع الكوليرا، وهو طبعا في صحيفة الأخبار. الأخبار: والكوليرا في المدارس، الوضع تحت السيطرة. إذ لم تسجل أي إصابة كوليرا داخل المدارس، فالأعداد المحدودة في عكار والتي تبلغت بها وزارة التربية كانت خارج حرم المدرسة. لكن أن يكون الوضع تحت السيطرة حتى هذه اللحظة لا يعني، بحسب الاختصاصي في الأمراض الجرثومية النائب عبد الرحمن البزري، أن الملف ليس حساسا، ولا سيما في المدارس الرسمية غير المجهزة بما يكفي لمواجهة الوباء، مما يستدعي استنفار وزارة التربية لفحص المياه المستخدمة وتقديم الكلور اللازم لتعقيمها. أهالي التلامذة في المدارس الخاصة ينتظرون أيضا أن تلتزم وزارة التربية أو تلزم إذا وزارة التربية إدارات المدارس بإجراء فحوص مخبرية للتعرف إلى مصادر المياه والتأكد من سلامتها. لدى وزارة التربية وفي إطار برنامج الصحة المدرسية وقبل انتشار الكوليرا في لبنان، تعاميم أصدرها المدير العام للتربية تحدد كيفية الوقاية من البكتيريا وكيفية تعقيم الخزانات والتأكد من سلامة المياه. وطبعا الوزير الحلبي كان قد كلف منظمة اليونيسف القيام بمسح شامل للمياه والصرف الصحي في جميع المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة، كما تدريب فرق الخط الساخن لوزارة التربية بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني على كيفية التعاون مع مرض الكوليرا وإدارة الحالات والإحالة إلى المراجع الصحية الرسمية. طبعا هذا بالإضافة إلى استخدام المواد التعقيمية التي وزعت على المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية لمكافحة الكوليرا. وتعمل اليونيسف حاليا على تأمين مستلزمات إضافية للمدارس الرسمية، وتتضمن وسائل لفحص الكلور في المياه إضافة إلى أقراص الكلورين للخزانات. وكانت جمعية إنقاذ الطفل قد بدأت أيضا بفحص المياه في عينة من المدارس الرسمية. طبعا يعني كل هذا الأمر أتى بالإضافة إلى تعميم من الوزير يطلب فيه من جميع المدارس فحص المياه في مختبرات معتمدة رسميا من المراجع المختصة. للاطلاع على تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر تقنية زوم رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة السيدة لمى الطويل. صباح الخير ست لمى. صباح النور. يعطيك العافية بالبداية. يعني اليوم هيك كما أشارت صحيفة الأخبار في هذا المقال، يقال أنه اليوم مع أنه في أولاد مصابين بالكوليرا، ولكن لم تسجل أي من المدارس وحتى في شمال لبنان أي من الإصابات. ولكن اليوم كمان الدكتور بزري بيقول أنه الوضع هذا لا يعني أنه نحن بخير أو بالأحرى لا داعي للهلع. اليوم نحن على أبواب شتاء، الاحتكاك كتير كبير بين الأولاد بالمدارس، بعدنا من الأمور كتير واضحة، ما بنعرف مية الحنفيات من وين جايين. نحن بنعرف أنه ببيروت وبجبل لبنان وبكتير مناطق مية المدارس مثل مية البيوت بتجي من الخزان. شو هي الاحتياطات؟ هل في تطمينات؟ هل في ارتياح؟ ولماذا نشعر بأنه لا يتم التعامل مع الكوليرا ولو بقليل من الجدية التي تعتم التعامل معها
خلال وباء كورونا؟ هي هيدي مشكلتنا بالبلد، انه نحن مننطر لتوصل المصيبة لعنا لنبلش نعالجه. عشان هيك نحن أصدرنا بيان تحذيري قبل ما تبلش تنتشر الكوليرا، وطلبنا بضرورة التأكد من مصادر المياه بالمدارس عبر إجراءات مختبرية تكون شفافة وواضحة، تنحط على سايتات المدارس نتائج هيدي الفحوصات للأهل يكون عندهم الطمأنينة اللازمة، خاصة أنه نحن مش بس عندنا مشكلة الكوليرا، نحن حتى في مدارس ما عم توصل للمي، يعني عنا مشكلة قطع المياه كمان، هيدي مشكلة كتير كبيرة. نعم. ونحن الولد بيقعد 7 ساعات بالمدرسة، فبهيدي 7 ساعات هو ما بيقدر ما يستعمل المراحيض، فعشان هيك كنا عم نطالب انه ضروري ضروري يكون في اشراف من لجان الاهل. هيدا الموضوع بيتطلب وعي مجتمعي كامل، يتعاضدوا لجان الاهل مع ادارات المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة الصحة لنقدر نعمل كنترول كامل على هيدا الموضوع، وإلا نحن ممكن نروح لكارثة ويعملنا هيدا الشيء، يعني انتشار ما مننا مستعدين له. طيب اليوم يعني فيما بحسب أنتم متابعتكم للموضوع، إذا اليوم سجلت أي إصابة يعني على أمل ألا تسجل، هل سنرجع على الإجراءات القديمة يعني إقفال المدرسة أو بالأحرى نبعث الصف على البيت لحد ما نتأكد أنه كل الأولاد ما حدا عنده إصابة ونرجع نرجعهم؟ هل معقول نوصل لهذا السيناريو؟ هل تم البحث فيه؟ يعني يبدو أنه الخط انقطع مع السيدة لما الطويل، سوف نحاول الاتصال بها مجددا، ولكن يعني أود العودة إلى المقال في صحيفة الأخبار بأن هناك تخوف، خاصة أن كل هذه المدارس الخاصة لا تراقب بشكل جدي حتى هذه الساعة طبيعة ونوعية المياه في الخزانات والتي يستعملها آلاف الطلاب في المدارس الخاصة، هذا إذا لم نتناول موضوع المدارس الرسمية التي يعني يمكن فيها وصف الوضع بحدث ولا حرج، فيعني ربما لا يملك كل الأولاد الإمكانية على شراء قوارير المياه المقفلة، وبالتالي تتوجب الاستعانة بمياه الحمامات أو المياه الموجودة في داخل المدرسة، وربما قد يتسبب هذا الأمر في إصابات إضافية في المرحلة المقبلة. يعني السيدة لما عادت معنا، ست لما تفضلي. هيدا وضع البلد. أنا اللي عم أقوله نحن كلنا لازم نكون واعيين للموضوع. الوزارة بعتقد عنا تجربة مع الكورونا، مفروض هلأ نعتمد المراقبة والتفتيش على كل المدارس أنه تكون مصادر المياه سليمة. الأهل عليهم دور كتير كبير بنوعية المياه، بنوعية الأكل اللي عم تنبعث للولاد، في حال كان في شكوك بأي عوارض ما منبعث الولد على المدرسة، منبلغ. بعتقد وزير الصحة كان عم بيقول الفحوصات للمدارس هي مجانية، فما نخاف من التكاليف لأنه نعرف الوضع الاقتصادي. عبوات المياه اللي بترسل للولاد لازم تكون متأكدين أنها نظيفة ومعقمة. بدك تقولي لي وضع اقتصادي، يمكن الأهل هلأ اللي عنده 3 أولاد ما بيقدر، يعني أنا هذا اللي بدي أقوله لما يعني اليوم إذا عم نشتري أنية مي بالمدرسة 10,000 ليرة، اليوم الولد وقت يروح الساعة 6 الصبح ويرجع الساعة 4 بعد الظهر على بيته، هذا الولد بده 4 أنانة مي صغار. إذا عائلة عندها 3 أولاد، هلا عم نحكي بالمدارس الخاصة، ما وصلت لمدرسة رسمية، يعني كارثة. في طرق فينا نعتمدها عم يحكوا فيها، فينا نغلي المي بالبيت ونعبيها، يعني بدنا نلاقي حلول، ما فينا نروح على تعطيل عام دراسي، نحن ما بنحمل بوضعنا التربوي، بدنا نكون كلنا عم نتشارك لنقدر نكفي عام دراسي بأمان بين الوزارة ووزارة الصحة. امبارح وزير الداخلية أوعز كمان للبلديات لازم الكل يتساعد، ما فينا بهيدا الوضع ما نكون كلنا عم نتساعد لنقدر نقطع هيدي المرحلة، وإن شاء الله يا رب يكون الكوليرا بعيد عن مدارسنا وعن أولادنا، لأنه المدارس هي بيئة حاضنة وبتؤدي لانتشار كتير كبير بالمجتمع. على كل يعني السيدة لمى الطويل رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، شكرا لك على هذه المداخلة الصباحية، على أمل يعني أن تتمتع كل المدارس الخاصة والرسمية باليقظة اللازمة حفاظا على صحة الأولاد وبالتالي على صحة الأهالي في المنازل. شكرا لك مجددا مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار والجولة على أبرز عناوين الصحف.